أسرع الحلويات الجورجية تحضيراً والمطلوبة صيفاً وشتاءاً البوريجي، وتحديداً بوريجي الجوز. إذ يتكون من الطحين، الماء، الزيت ورشة ملح قليلة، إضافة إلى السمن والسكر والجوز المقطع. نرق العجين جيدا إلى الحد الذي نرغب به، والأفضل أن يكون قليل السماكة. نضم العجين على بعضه كما نضم الستارة، ونصفه جنبا إلى جنب، ثم نرش فوقه السكر والجوز المقطع. مغلي السمن والماء، إذ نحمر السمن حتى يغمق لونه، ثم نضيف إليه القليل من الماء ونتركه ليغلي جيدا، ثم نسكب السمن إلى أن يغطيه بالكامل. بعد ذلك ندخله إلى الفرن عدة دقائق، أما في القرى فإنهم يضعونه في مدفأة الحطب. بعد ذلك نخرجه ونقطعه قطعا متساوية، ويفضل أن يقدم ساخناً.